الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
حشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم الفاتحة صلوا على محمد وآل محمد أفلح من يصلي على محمد وآل محمد محمد وآل محمد ثانية بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن نلتقي معكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك للتباحث حول إدارة صرح من صروح الإسلام المبارك مأتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام واسطة الفيض بيننا وبين نهل كربلاء وعطاء كربلاء اللقاء سيكون كالتالي كلمة لرئيس مأتم المرخ سيد نزار سيد كاظم ثم عرض تقرير عن أداء مجلس الإدارة للفترة الماضية مجموع الفقرتين سيكون 20 دقيقة ثم الجزء الثاني من اللقاء سوف يكون للمداخلات الشفهية
والمكتوبة بواقع أو بمقدار، يعني شوف العدد بسيط، فأربعين دقيقة يمكن كفاية وأزيد بعد، فيكون مجموع اللقاء ساعة واحدة إن شاء الله. نبدأ اللقاء بكلمة إلى رئيس الماتم سيد نزار، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل سيد نزار، إذا سيد محمد يوزع الأوراق والأقلام حق يرتب المداخلات الشفهية والمكتوبة، اللي يريد مداخلة شفهية يسجل اسمه ويكتب مداخلة شفهية، واللي عنده سؤال مكتوب يكتب السؤال في الورقة ويجيبه، بمرون عليكم بيأخذونها. تفضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بالآباء والأخوان الأعزاء. طبعا هذا أول لقاء يكون بين إدارة المأتم واللجنة العمومية، وطبعا احنا استلمنا الإدارة في شهر 11/2013، إلى الحين حاليا احنا في شهر 7، ما يقارب تقريبا من 7 شهور. راح إن شاء الله من تقرير عن أعمال اللي قمنا بها، ونتمنى من أعضاء مجلس الإدارة أن يقوموا بالرد يعني على جميع الأسئلة. ما نبغي يعني الرد هو التبرير إذا كانت في أخطاء موجودة، بالعكس هذا اللقاء نعتبره هو لقاء لتصحيح إذا كانت في أخطاء عندنا في الإدارة. نتمنى من جميع يعني طبعا حتى من أعضاء مجلس الإدارة اللجنة العمومية، إذا كانت في أخطاء عندنا موجودة لتصحيحها أكثر من الانتقاد، يعني لما واحد يجيب انتقاد يجيب تصحيح للأخطاء الموجودة، أو شخص ثاني يجيب تصحيح إذا كانت في أخطاء موجودة. حق في الفترة الباقية من فترة الإدارة تكمل السنتين بإمكاننا نصحح الأخطاء، لأن احنا في الحين في الربع الأولي من استلام الإدارة. إن شاء الله نتمكن في الفترة الجاية من تصحيح أخطاء، أو إذا ما سميناها أخطاء قد تكون خفقات في عملنا الإداري. طبعا هذا التقرير اللي احنا نطرحه الحين هو راح بيكون عن جميع الاعمال اللي سويناها. طبعا الفتره اللي سبقت يعني الحاليه كانت في عمل، ومشكورين اعضاء مجلس الاداره عليه، لان فتره كانت فيها عمل كثير. يعني الفتره السابقه كان يعني كان المأتم تقريبا ما كان يخلو من مناسبات، وإذا كان في أعمال مستمرة يعني إذا في عمل بتكون في أخطاء أو خفقات، وهذا نتمنى في الفترات الحالية إن شاء الله نتمكن من سد هذه القصور أو الخفقات اللي كانت. الحين حاليا راح سيد طه بيتكلم عن التقرير اللي أعدته الإدارة. مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء، اللقاء العام الأول خلنا نسميه بين الإدارة والجمعية العمومية. طبعا حصلت لقاءات عدة في السابق كانت متخصصة في مواضيع متخصصة. في خلال الفترة الجاية تقريبا عقدنا أكثر من 6 لقاءات راح تطلعون عليها إن شاء الله في التقرير. بس يعني مقدمة عن التقرير الإداري، في التقرير الإداري حاولنا أن احنا نطرح كل الإنجازات اللي قامت بها الإدارة. وطبعا مثل ما ذكر أخ السيد نزار، الهدف من اللقاء هذا مو هدفنا أبدا، مو هدف على قولتهم عرض لإنجازات، لأن احنا للأمانة نشعر بالتقصير ونشعر بأن احنا بعدنا ما أنجزنا شيء.
وهذا طبيعي لأن إحنا أولاً بعدنا في الستة شهور الأولى زين للعمل الإداري، وفي قدامنا على قولتهم عقبات، والعمل كبير والطموح كبير. فنتمنى إن شاء الله أن ملاحظاتكم اليوم تصحح من عملنا وتساعدنا على أن احنا نتجاوز العقبات اللي قدامنا، وراح نكون شفافين جدا، ما عدنا شن خشه، راح نكون شفافين لأبعد الحدود. أي واحد عنده ملاحظة، عنده سؤال، عنده استفسار، لا تضعون أي خلنا نقول حاجز بيننا وبينكم، انفتحوا علينا مثل ما احنا منفتحين عليكم، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. وهذه العمل أكيد الإخوان يبذلون جهد، وهذا الجهد لأن عندهم جمعية عمومية مثلكم تنظر إلى عملهم وتقدر عملهم وتحاسبهم على التقصير. بعد التقرير منبثق من البرنامج الانتخابي للرئيس اللي طرحه في فترة الانتخابات. البرنامج كان تقريبا حسب وجهة نظر الإدارة كان تقريبا شامل في كل النقاط. حاولنا بقدر الإمكان أن احنا نعرض اليوم وش قال الرئيس بيسوي في فترة الانتخابات، وش اللي صار من هاللي قال بيسويه، وشين هي الأشياء اللي ما صارت، ونبي نسمع وجهة نظركم على هالأساس. يعني احنا نعتقد بأن احنا يعني في خلال العرض راح تشوفون وجهة نظر الإدارة، نبي نسمع وجهة نظركم انتون عشان يتكامل العمل ونوصل إلى النتيجة اللي نبيها. في التقرير الإداري أو في البرنامج الانتخابي للرئيس راح تشوفون هذه البنود إن شاء الله. أنا ما أدري تشوفونه والله لا، بس يعني أنا راح أقرأ إن شاء الله. في التقرير أو في البرنامج الانتخابي للرئيس أول بند كان الناحية الإدارية، العمل بشكل جماعي مع الأعضاء المنتخبين وتجسيد روح الفريق الواحد بين الأعضاء وتقديم الدعم الإداري والمالي لكافة اللجان لتمكين الفريق من تنفيذ خططهم وإعداد خطة شاملة لفعاليات المأتم لعام كامل يتم طباعتها ونشرها والتي على أساسها تبنى خطط اللجان التفصيلية. هذه برنامج الانتخابي فيما يخص اللجنة أو الناحية الإدارية. في الأداء احنا وجهة نظرنا حرصت الإدارة ومنذ اليوم الأول على العمل بروح الفريق الواحد، ويعني ما أخفيكم سر بأن هذه الإدارة المنتخبة أنا أعتقد من ميزاتها أن في انسجام كبير بين أعضائها. نختلف في كثير من الملفات على طاولة الاجتماعات، ولكن على الرغم من هذا الاختلاف نطلع بقرار موحد يتبناه كافة الأعضاء، وهذه مسهل عملنا لأن الإخوان كلهم تقريبا قاعدين. إحنا لما نجتمع ونطلع بقرارات نطلع بقرارات متفقين عليها، سواء كان الشخص في التصويت قال نعم أو لا، ودائما نحاول ما نلجأ إلى التصويت، نحاول دائما يكون في توافق، بس أحيانا نلجأ إلى التصويت إذا تعذر التوافق. الحرص على عقد الاجتماعات الأسبوعية حيث عقد حوالي 24 اجتماع في خلال هالسبعة شهور، أي ما يعادل تقريبا في حدود 3.4 أو 3.4 اجتماع في الشهر. الحرص على عقد اجتماعات اللجان الفرعية بشكل مستمر، الاحتفاظ بكافة المحاضر في سجلات المأتم، إعداد خطة شاملة لفعاليات المأتم للعام الأول. طبعاً عدينا الخطة كاملة، حطينا فيها كل أنشطة المأتم لمدة سنة كاملة. النقطة اللي ما سويناها أن احنا هذه الخطة لحد الآن ما عرضناها على الديرة، وهذه يمكن من النقاط اللي مذكورة في البرنامج الانتخابي بس ما هي مذكورة هنا، لأن يعني هي الخطة بعد هذه تجربة أولى بالنسبة لنا، فيها شوية يعني فيها تعديلات بعدها، لأن واجد تطلع عندنا مناسبات جديدة ما كنا نسويها من قبل، وصار بعد في تغيير أو تطوير شوي في الخطة بالنسبة للفعاليات اللي يقيمونها المؤسسات الأخرى مثل المضيف اللي تحولت على الماتم. طبعا صار اتفاق بيننا وبين المضيف على أن كل الأحياء اللي يقومون بالمضيف راح يقوم بالماتم بدل ما يقوم بالمضيف، وهذا اتفاق مع الأخوان في المضيف جزاهم الله خير. هم يعني
يعني كمبادرة منهم جت هذه، وهذا الدور الأساسي للمأتم بإحياء هذه المناسبات. بالنسبة لمشروع بناء المأتم الجديد، كلكم على اطلاع بتطورات المشروع. كانت الخطة المطروحة في البرنامج الانتخابي للرئيس كانت عرض المخطط على الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره بشكل نهائي، تشكيل فريق عمل يتكفل بمشروع بناء المأتم الجديد، إيجاد خطة مكثفة للجباية والتمويل بمشاركة كل الأهالي من أفراد القرية، البدء في المشروع في موعد أقصاه 3 شهور من تاريخ الانتخاب. طبعاً معظم النقاط صارت، بس على يعني في تفاوت، يعني مثلاً عرض المخطط على الجمعية العمومية صار هذا الشيء، عرضناه للتشاور على الجمعية على الأهالي في أكثر من جلسة، أكثر من 3 جلسات تشاور صارت جلسات عامة، وصلنا لمخطط نهائي عرضناه على الجمعية العمومية للتصويت، وفاز هذا المخطط بالتصويت، وبدأنا التنفيذ، شكلنا فريق عمل، فريق للتنفيذ يجتمع بشكل أسبوعي، وبدأنا بالتنفيذ، بس مو خلال 3 شهور، تأخرنا شوي لظروف خارجة عن إرادتنا، لأن مسألة تعديل نفسه اللي وافقت عليه الجمعية العمومية تطلب أن الخرائط تتعدل من قبل المهندس، وهذا التعديل شوي تأخر، وعلى ما أرسينا المناقصة وعلى ما المقاول قدر عمليا أو فعليا أنه يبدأ، بدأنا المشروع في شهر 4. إحنا انتخبنا في نوفمبر، زين، فعندنا نوفمبر أو خلنا نقول ديسمبر ويناير وفبراير ومارتش وأبريل، 5 شهور. بس خلال 5 شهور في تاريخ 2/4، 4 لا نحسبه لأن تاريخ 2 في بدايته، 2/4 بدأت الجرافات تحفر في الأرض. فيعني إحنا تقريبا 4 شهور تأخرنا شهر على هذه. الأداء يعني إذا بقرأ بشكل هذا، تم تشكيل فريق لإدارة المشروع، تم مراجعة مخططات المأتم الجديد وفتح باب المناقشات والتصويت على المخطط، تم تشكيل فريق للجباية، فريقين للجباية، الأول مختص بمشاريع الجباية من الأفراد، والآخر لجباية التجار. البدء بالمشروع بتاريخ 2/4 مثل ما قلنا، بعد ترسية المشروع على المقاول السيد كاظم الدرازي. النقطة الثالثة أو البند الثالث في البرنامج الانتخابي كان تطوير اللجنة الثقافية. البرنامج الانتخابي يقول تشكيل لجنة تضم مختصين من القرية تهتم بالشأن الثقافي وتقوم بوضع خطة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى لمعالجة الظواهر الغير صحية في المجتمع، وتفعيل الدور الثقافي في المأتم ليكون هو المحور المحرك للشأن الثقافي كما أراد الإمام الحسين لهذه المؤسسة، واستغلال المجالس الحسينية والموكب لتصب في نفس المصب مع اللجنة الثقافية. هذا كان البرنامج الانتخابي. طبعا اللجنة الثقافية شكلت، والحمد لله احنا نعتقد بأن اللجنة الثقافية وفقت جدا في برنامجها الثقافي، عملت الكثير من الأنشطة خلال العام، يعني يمكن صعب حصرها، بس إذا بحصرها بقول عملت موسم أمير النحل، عملت أمسية قرآنية، عملت أو ستعمل في القريب العاجل مسرحية على مسرحية، زين، هذه كلها الأشياء صارت مثل ما أكد لي رئيس اللجنة، زين، عملت محاضرة عن الشباب والحب، زين، عملت لمة خاصة لمناقشة الوضع، وضع الناشئة في القرية، لمة حبايب، زين، استضافة عدة شخصيات ومنشدين، ومنهم سيد مجيد المشعل، سيد كامل الهاشمي، الشيخ محمد الخرسي، الشيخ علي المتغوي، الدكتور ميثم السلمان، جعفر الدرازي، عبد الأمير البلادي، وإلى آخره، تطول القائمة. إقامة فعاليات نوعية مثل مسابقة اختبر معلوماتك ضمن برنامج الليالي المهدوية، مسابقة التصوير، تشكيل فرقة إنشادية في القرية من ناشئة القرية وتهيئتهم لإقامة الناشيد في المستقبل. هذه باختصار شديد عن اللجنة الثقافية، ولضيق الوقت ما نقدر واجد هذه، بس عملها كبير وللأمانة يعني يبذلون جهد جدا كبير.
الشأن المالي طبعا بناء على الخطة، أو خلني أقربس البند مال الشأن المالي في البرنامج الانتخابي، خطة مالية جديدة للمأتم قائمة على الممارسات العلمية المعتمدة في الشأن الإدارة المالية والعمل وفق الميزانية التقديرية ومراقبة الوضع المالي معها بشكل مستمر، ولتحويل الوضع المالي للمأتم من العجز إلى الفائض، وذلك بإيجاد سبل تمويلية لمشاريع اللجان بما لا يتسبب بعوائق لأداء اللجان. هذه البرنامج الانتخابي اللي سوته اللجنة المالية: ضبط الحسابات باستخدام برنامج متخصص، تشكيل فريق لإقامة مشاريع استثمارية لتنمية إيرادات المأتم، وإطلاق المشروع الأول للجنة وهو عبارة عن محارم ورقية، البحث عن متبنين للمناسبات، وقد تم تبني أكثر من 90% من المناسبات التي يقوم بها المأتم على نفقته. الأهالي ساهموا الحين بمبادرة الإدارة لما عرضوا الليالي الشاغرة كلها، 90% من الليالي الشاغرة تم حجزها من قبل الأهالي، فهذا أكيد المصروف راح ينشال من كاهل الإدارة، وراح يتساعدون الأهالي في حمل هذه المسؤولية. وطبعا أنا يعني يمكن شهادتي مجروحة في إهالة المرخ، بس للأمانة أشعر جدا بالفخر من أهلنا في قريتنا هذه لدعمهم الكبير لهذه المؤسسة، يعني تعاونهم من أجل تقوية هذه المؤسسة. أعلن لما نزلوا الجماعة الإعلان وفي قائمة طويلة من المناسبات اللي يحييها الماتم، خلال يومين تقريبا 80% من هذه المناسبات تم حجزها في خلال يومين. جتهم يعني الكل قام يبادر يحجز ليلة إليه كمناسبة على نفقته، وتموا عندنا باقي بس كم ليلة بعد متأكدين. احنا قاعدين نراجع القائمة، لما نطرحهم راح يبادرون الأهالي. فإذا أنت تحسب تقريبا كم ليلة عندنا كميل تقريبا اللي عرض ماهم سيد جابر 20، فاحسب 20 من 100 دينار، زين تقريبا 2000 دينار باقي من هالعشرين بس ليلتين اللي الحين ما انحجزوا، ونتوقع ان ينحجزوا. هذه 2000 دينار انشالت من كاهل الاداره والاخوان في سيدنا. ادرا على المقاطعه، دقيقتين باقي بس عشان تكون في الصوره. ايه ان شاء الله. زين، ف من ضمن الامور بعد متابعه دائره الاوقاف الجعفريه في الشان المالي، اوكي، العلاقات مع المؤسسات القرية: سنبادر بفتح قنوات اتصال وتنسيق مع مؤسسات القرية بغرض التنسيق وتوحيد وتكاتف الجهود. وأهم هذه المؤسسات: جمعيات المرخ الخيرية الاجتماعية، مضيفة بالفضل، ماتم السادة، ماتم النساء، هيئة العدل المنتظر. طبعا الأخوان في المؤسسات الأخرى الموجودة في القرية فتحنا قناة التواصل بيننا وبينهم، وموجود بيننا وبينهم جروب واتساب للتواصل. وفي نفس الوقت نسقنا في بعض الأمور آلية استخدام الماتم، طورناها شوي وصار الماتم تحت خدمة هذه المؤسسات. آلية الجمع في المناسبات اتفقنا عليها، برامج شهر رمضان مثلا وبرامج طول السنة، هذه كلها تقريبا يتم بكل أريحية التواصل بين المؤسسات هذه والاتفاق على البرامج. لجنة العزاء تبذل جهود محمودة، وقد وفقت هذا العام في أدائها طبعا هذا البرنامج الانتخابي. وأعتقد أن اللجنة الجديدة يجب أن تركز على 3 محاور: تنمية وتطوير رواديد الناشئة من القرية، وضع حل لوضع وقت العزاء، تطوير العزاء بكافة عناصره: المعزين، الرواديد، القصائد وإلى آخره. الأخوان في لجنة العزاء بعد بذلوا جهد محمود واضح وجلي للكل. من الأمور الإبداعات اللي سووها هي الفيديوهات التحفيزية اللي سووها للمستهل وإلى المشاركة في العزاء، وهذه طبعا أثرت بشكل إيجابي في يعني في تطوير هذا الموكب. هم أول من بادر بعمل اجتماع للأهالي سموه لمة عزاء، وتم مناقشة وضع العزاء في هذه اللمة، وتم أخذ التوصيات، والأخوان بعد يعملون جاهدين على يعني تطبيق كل التوصيات اللي طلعوا بها. استغلال وتنمية الرواديد الناشئة وتدريبهم. سيد حمزة حياك.
استغلال الطاقات المحلية، فتح مجموعة متخصصة مجموعة واتساب متخصصة لتقييم الأداء بعضوية كل الرواديد والمتخصصين والمهتمين. في عندهم سووا واتساب، والجماعة الأخوان الحين قاعدين يتواصلون بشكل عقب كل مناسبة يتم تقييم الأداء في هذه اللجنة. سيد محمد أعتذر منك، أمضي دقيقتين زود. زين. لجنة الخطباء البرنامج الانتخابي، اللجنة نجحت بشكل كبير في الأعوام الماضية وأصبحت من نقاط القوة للمأتم. ينقص هذه اللجنة مسألة توثيق ونشر ملخصات المواضيع والمجالس والمواضيع المطروحة، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وكذلك التركيز على استهداف ملفات الابتلاء في القرية واقتراحها على الخطباء. طبعا اللجنة بعد عملها غني عن التعريف، تبذل جهد جبار وكبير في المأتم. هي تقريبا اللجنة واحدة من اللجان يعني خلنا نقول الرئيسية اللي فعلا في كل مناسبة تكون مشغولة، لازم توفر الشخصيات، تنسق مع الثقافية، حتى في فعاليات ثقافية يستعينون بها الأخوان في الثقافية لجلب الخطة أو المحاضرين. طبعا الكلام كبير بس الوقت ضيق. فلجنة الضيافة من يعني ما كانت مذكورة للأمانة، لجنة الضيافة في برنامج الانتخابي للرئيس وقت الانتخاب، زين، ولكن لجنة الضيافة هي من اللجان الرئيسية في المأتم، ويعني مأتم ما يمشي بدون مطبخ باختصار. وكل مناسبة تحتاج إلى دعم هذه اللجنة، بعد يبذلون جهد كبير. يعني الكل منكم شعر بأن هناك بعض التقصير يمكن من هذه اللجنة، ولكن هذا التقصير مو تبرير إليه، ولكن التقصير هذا إحنا نعرف أسبابه وقاعدين نعمل على وضع الحلول، وبدأنا فعلا في وضع الحلول. والحلول هذه المشكلة الرئيسية اللي يعانيها المطبخ هي المشكلة المالية. المأتم أو المطبخ يصرف أكثر من 60% من أموال المأتم، وإحنا عندنا ضائقة مالية شوي، زين. فالسبب الرئيسي التقصير هي الناحية المالية، ولذلك إحنا وضعنا الخطط لتفادي هذه من خلال النقطة اللي ذكرتها سابقاً، اللي هي خلني قبل ياخذ سيد محمد. في عندنا لجنة شؤون المأتم، لجنة الخدمات، واللجنة الإعلامية، ثلاثهم لجان. هذلين اللجان، دقيقة واحدة سيدي، بس اللجان هذلين الثلاث لجان ميدانية، لجنة الإعلامية متميزة على مستوى البحرين في المآتم، والكل يشهد لها سواء إحنا في الداخل أو في الخارج، بعد يشهدون بأن لجنة إعلامية مأتم المرخ هي من اللجان النشطة على مستوى المآتم، وقاعدين يستفيدون منها، جونا زيارات. اللجنة الثانية اللي هي لجنة الخدمات اللي استحدثناها احنا في هالإدارة، كل هالديكورات اللي شفتونها في المأتم، الأيادي الخفية اللي وراها، هم هذه لجنة الخدمات اللي تبذل جهد فعلا، جهد جبار. يشتغلون من الصبح، يوم المناسبة في الليل يمكن أحيانا يشتغلون من الصبح أو قبل بيوم، يوم كامل يشتغلون إلى حد يوم المناسبة في الليل، يجهزون المأتم، يجهزون المسرح، يجهزون، وكله بدون كلفة، كلها بجهود وكلها بطرق ذكية توفر على المأتم يعني هذه الكلفة اللي المفروض المأتم يتكبدها. وطبعا لجنة شؤون المأتم بعد أحمد، اللي هي تنظيف المأتم وصيانة المأتم وإلى آخره، بعد يبذل جهد كبير. يمكن ما تشوفون أنتون هذا الجهد، بس هو هذا المأتم، صفاف الكراسي، تبريد المأتم، صيانة المأتم، نظافة الحمامات، نظافة المطبخ، نظافة المأتم برو إلى آخره، تطول القائمة. هذين الأمانة جهدهم مو نفس جهد سيد طه اللي جود الميكروفون يقعد يتكلم والناس تفكر ما يشتغل لسيد طه. اللي يشتغلون هم هذلين الحقيقيين، هذلين الثلاث لجان اللي حطيتهم هني. الجهد الأكبر من اللجان دلين على هذلين الثلاث لجان. شكرا سيد طه. طبعا الشكر الجزيل لمجلس الإدارة على عمله الدؤوب في الفترة من فترة بدء الانتخابات أو من انتخابه إلى هذه اللحظة. السيد ما قصر، بيّن جوانب الإنجازات لمجلس الإدارة في هذه الفترة، وطبعا ما في إنسان معصوم. ومن نافلة القوم نقول إن مجلس الإدارة يجب عليه أن يتقبل الانتقاد أو
خلينا نقول الأشياء التصحيحية إن وجدت بصدر رحب، وهو مثل ما قلت لكم من نافلة القول، إذ إنه كما في يعني كما نتمنى أو كما خلينا نقول هو بهذا المستوى، يعني بهذا المستوى يتلقى إن شاء الله الانتقادات بصدر رحب، والانتقادات ما نسمي انتقادات، خلينا نقول الاقتراحات كلها تصب في مصلحة القرية إن شاء الله. وهذه ميزة من ميزات مجتمع المرخ، يعني المجتمع المرخي مجتمع حيوي، في كثرة من في الاجتماعات التي تتناول هالجانب اللي هو تقييم عمل المؤسسات، وهذا الاجتماع يصب في هذا الجانب. الفقرة الحين إلى فقرة النقاشية، وبتكون شفهية أو مكتوبة. سيد محمد وزعت الأوراق، فاللي عنده مداخلة شفهية سيد محمد، من المفترض أن توزعت أوراق وأقلام عشان أي واحد عنده مداخلة، ترتيب المداخلات يعني، أي واحد عنده مداخلة يكتب اسمه، وإذا عنده سؤال يكتب اسمه أو يكتب السؤال على الورقة. نبدأ بسيد عباس، الباقي اللي عندهم مداخلات شفهية يكتبون الاسم وملاحظة أن مداخلة شفهية، وإذا كان عنده سؤال يكتب السؤال في الورقة. تفضل سيد. مساكم الله بالخير، مشكورين على اللقاء، لقاء الأهالي مع الماتم. يعني مثل ما تشوفون احنا اللقاءات اللي مع الماتم من قبل الحضور قليل، فما بالك الحين أجواء كأس العالم. احنا المفروض لازم يعني ننصاع ويا الرأي، يعني الواقع. شوف من الشباب كلش قليل الحضور، يعني حتى يعني مثل ما تشوفون اللي هو اللقاء بدل ما يكون الساعة 11 الظاهر تأخرتون لكم ربع في الساعة كذي هالشكل. إذا أبو سيد حسين يتكلم عن وقت، يقول الوقت الظاهر غير مناسب. احنا في الجمعية لما نبغى نسوي اللي هو بغينا نسوي اللي هو اللقاء مع الأهالي، اخترنا يعني ليلة واحدة على أساس إن دورنا الليالي كلها، ليلة 17 أعتقد ما في حق كأس العالم مباركة، فعلى هالأساس يعني على أساس إن نضمن اللي هو أكبر قدر من الحضور. شكرا. عدد هذه رقم واحد، هي من الناحية السلبية، هذه من الناحية شو اسمه الماتم. صراحة الإدارة ما قصرت مثل ما قال سرقاها، يعني احنا انا عندي في اليوتيوب لما نزلت شو اسمه بنزل اليكم الاحتفالات اللي قبل اللي كانت تصير اللي هو يوزعون كسكبال، يوزعون عصير سانكيست والشغلات هذه وهواش عليهم، هذا بتشوفون في شو اسمه بخليه في اليوتيوب اليكم. الحين تشوف يعني التنظيم كلش يعني فرق كبير جدا كبير، جبتون اليكم رواديد كبار من جعفر والدرازي والعلماء الموجودين هنا، تنظيم كلش رائع يعني تشكرون عليه. طبعا اللي هو مثل ما قلتون بعض اللي هي شو اسمه الخدمات المطبخ، هذا شويه ملاحظات بس هذا الاكل احنا يعني ما ينظر الى الواحد. طبعا احنا في الإدارة أو أي شخص، أنا مثلاً أو أي شخص ثاني، في عنده نقاط ضعف ونقاط قوة. نقاط القوة يعني الله يحفظهم الإدارة اللي طافت اللي قبل ركزوا على اللي هو الأراضين مال الوقف ويروحون عطية الله يحفظه سيد موسى وش اسمه، راحوا إلى الأوقاف إلى أقوم. يعني أتمنى من الإدارة منكم أنتون يعني هذه الأراضين متابعة إليهم الوقف، متابعة الصير على أساس إن ما تندثر اللي هي شو اسمه. طبعا هذا الوقت يعني اعتماد عليه، اعتماد كلي على المصاري في الماتم، وهذا لا تملونه. جزاكم الله خير ورحمة الله. السيد عنده ثلاث مداخلات، الأولى الوقت غير مناسب، يقول بالنسبة لوقت وقت الاجتماعات نتفق وياك سيد، وإن شاء الله راح نراعيها في اللقاءات الجاية، ما بنطول عشان يعني فعلا الحضور ضعيف، ونتمنى أن الحضور يكون أقوى، بس يعني هذا واقع لازم نتعاطى وياه. هذه بالنسبة لهذه. بالنسبة للنقطة الثانية الأوقاف الجعفرية، احنا حقيقة من أول يوم انتخبنا وحاولنا بقدر الإمكان ان احنا نتواصل إلى الأوقاف ونواصل على الجهود اللي قاموا بها الإدارة السابقة. طبعا احنا نعتبر هذه من نقاط، نفس ما قلت عندنا نقاط قوة وعندنا نقاط ضعف،
هذه واحدة من النقاط اللي لحد الآن ما وفقنا فيها إن إحنا نحييها بشكل كبير، لأن في عقبات. تعرفون التغيير اللي صار في دائرة الأوقاف، وتعرفون الهجمة الشرسة اللي صايرة على المآتم على الأسف. هذا ما نحطها عذر قدامنا، لكن لحد اليوم إحنا طالبين لقاء من أول يوم انتخبنا، طالبين لقاء ويا الأوقاف. لحد اليوم إحنا قادرين نلتقي وياهم. يروح سيد نزار أكثر من مرة يحاول بس يدخل على المدير، يبقى يناقش موضوع رسائلنا. على الأقل عندنا 4 إلى 5 رسائل عندهم، لحد الآن ما في أي تجاوب. يعني قاعدين نحاول بقدر الإمكان أن احنا نوصل إلى شيء وياهم، بس لحد الآن يعني ما وصلنا إلى شيء للأمانة. حتى ما التقينا بالأوقاف، ما راضين حتى يستقبلونا، وهذه يعني هذه واقع، مو واقع ما تمنى، هذا الواقع في البحرين. يعني نبذل جهود كبيرة في هالموضوع، لكن لحد الآن هذه الجهود ما أثمرت، وإن شاء الله نتمنى. سيدنا ذكرت أن هذا مو واقع الماتم المرخ، وإنما المواتم في البحرين. هل عندكم تجربة مع ما يعني تشاورتون في الموضوع هذا مع مآتم أخرى مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عن الأوقاف، عن المتابعة مع الأوقاف، حاليا تقريبا عندنا 6 مواضيع الأوقاف، لحد الآن ما أنجز ولا واحد فيهم. أنا حاولت أكثر من مرة أقابل المدير، ما استطعت أقابل المدير. يعني حتى السكرتير مال المدير كان واجد متشائم. واضح النقطة سيد اللي قال سيد. بتكمل نقطة شوية. تقريبا المدير حاليا عنده ما يقارب من 200 ملف ما قاعد يحركهم. يعني آخر مرة قالوا لي إن بيحركون في الملفات، حركوا من 200 ملف حركوا 30 ملف. لسوء الحظ ما كان ولا واحد من الملفات ما يتحرك. يعني هل يقدر يسوي؟ لأن حتى مرة آخر مرة قبل المرة الأخيرية وقفت المدير على الباب كان بيدخل، فما رضي إنه يعني أني أدخل إياه داخل اللي يسمونه. حاولت إنه أدخل وأناقش في الموضوع، بس هو قال لا أنا مشغول، أنا مشغول. فما أدري الحل وش نسويه، ما يندرى. هل ناقشتوا الموضوع؟ النقطة الثانية بالنسبة للي قلت، شفتون تجارب المآتم الأخرى تجاوب لو طبعا احنا قاعدين نشوف او نسمع من الصحف ومن هذا وش اداء دائرة الاوقاف، بس للامانه لحد الان ما قعدنا ويا مآتم نطرح عليهم هذا الموضوع. يمكن هذه فكره زينه ان احنا يمكن نحتاج ان احنا نشتغل بشكل جماعي على الموضوع، احنا والمآتم الاخرى في المنطقه، عشان يعني يمكن نقدر نحرك شيء. بس الموضوع مع الاسف مرتبط بالسياسي. نفس الموضوع سيد جابر كان عنده مداخلة. موضوع بالنسبة لمداخلة عمي، بسم الله الرحمن الرحيم. عمي لفت انتباهي في مداخلته إلى موضوع له الفعاليات القديمة والإحياء القديم. يعني في نفس الوقت أنا حبيت أخبركم أنه في إن شاء الله بعد شهر رمضان اللجنة الإعلامية ناوية يعني تسوي حملة اسمها ماضي الولاء. هذه الحملة تقوم على جميع الأشرطة القديمة اللي كانت يعني تخص فعاليات المأتم، ومنها العزاء والفعاليات والمواليد والاحتفالات. أولا للأرشفة، لأنها مهم أنها تكون لدى المأتم هذه الأشرطة يعني. والنقطة الثانية إلى نشرها للأهالي الكرام، يعني كان في نفس المناسبة مثلا وفاة الإمام موسى الكاظم. شكرا سيد. عشان الفعالية اللي صارت يعني ناخذ مداخلات أكثر سيد إن شاء الله. نرجو من المداخل يعني يقتصر على السؤال مباشرة، ونفس الشيء مجلس الإدارة الجواب مباشرة. سيد جاسم مداخلة شفهية. جلال تفضل. جلال عقب سيد جاسم. سامح لنا نفس النقطة. لا تقرب شوي بعد شوي على الميكروفون. الأخوان في غرفة التحكم أو سيد لحظة. لا بس بعد شوي عن الوقت. اللي يجمع الأوراق، أنا ما عندي إلا ورقة واحدة. سيد محمد. سيد محمد. سيد حمزة. بالنسبة لنفس النقطة أنا بارد أركز عليها، يعني هاي الأوقاف مهمة واستراتيجية يعني للمستقبل، خاصة للماتم الجديد. وتعرفون توني إذا استوى إن شاء الله بتكون هذه بتأثر على النفقات هاي، فنرجو يعني تركزون عليه وتسجلون عندكم، لأن بنحاسبكم عليها يعني صراحة، لأن هذه مهمة ولازم تتابعون يا الأوقاف. وسيد عطية ما قصر، وإحنا ساعدناه في شخصيات هناك في الأوقاف وساعده يعني، وخلى
في ناس تشتغل عليها مثل والد الحاج عبد الرحيم ظاهر مشى في ملفات واجد وإن شاء الله أنتم تواصلون باكم تواصلون يعني في هالنقطة أرجو يعني سجلونها وتأخذونها بعين الاعتبار لأن هذه بتكون استراتيجية حق خصوصا ماتم جديد ونفقاته تعرفون أنتم شلون ماتم جديد بتكون في نفقات واجد ممكن بعدين تأثر عليكم واجد يعني. هذه النقطة بس تأكيد أنها تعتبر من أولى أولويات العمل الإداري الحين عندنا مع علاقتنا مع الأوقاف ودخلنا نقول تخلص الانتهاء من الملفات العالقة في الأوقاف هذه من أولى الأولويات اللي عندنا الحين وقاعدين نعمل عليها بكل طاقتنا للأمانة. مشكور سيد جاسم تفضل. طبعا هذا الملف احنا اخذنا جميع المعلومات من الاوقاف بس ننتظر اللقاء مع المدير يعني عندنا جميع الاجارات جميع الامور هي كلها موجوده بس ننتظر اللقاء مع المدير ونطرح هذا الموضوع. بس سيد انتم ما تحس ان طرقتون باب واحد فقط باب مقابله المدير يعني يمكن في اعمال يعني من طريقه ثانيه تروحون ايه وهذا انا قاعد اقول لك يعني احنا فعلا قاعدين نبحث جوانب أخرى نطلع على تجربة الإدارة السابقة إذا هي وفقت في بعض الملفات زيارات وإيش ماتم الأخرى أي مجالس الرمضانية. سيد جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله. نشكر طبعا إدارة المأتم على عملها في 7 شهور الفائتة ونفس ما قلت سيد محمد مباشرة إلى الأسئلة. السؤال الأول يتعلق نفس موضوع الأوقاف يعني هل سيتم أو تم تشكيل لجنة مثلا مع السيد نزار لمتابعة موضوع الأوقاف مع أنه بهالصعوبة هذه يعني فأعتقد أن سيد نزار محتاج له رئيس المأتم محتاج لفريق عمل وياه يعني أنا أقول مو مبالغة أن تكون مراجعة الأوقاف حتى بشكل يومي إذا يكون في فريق عمل مستعد يراجع بشكل مكثف يطرق جميع الأبواب يكون جهده منصب في هذه الناحية عشان خصوصا يعني مأتم المرخ معتمد بشكل كبير في دخله على الأوقاف يعني الأراضي الوقفية وغيره. والسؤال الثاني هل في متابعة يعني كنا في فترة الإدارة السابقة كانوا يتابعون حتى موضوع دفع الإيجارات من المستأجرين إلى أراضي الأوقاف حسب ما كنا نعرف يعني فهل هذا الجانب مفعل؟ والسؤال الأخير في شفنا في لجنة الاستثمار أو المالية إن إطلاق مشروع المحارم الورقية هذه سمعنا بها الحين ما سمعنا عنها أي تفصيل يعني إذا شيء بسيط تتكلمون عنه. بالنسبة لتشكيل لجنة لمتابعة الأوقاف إحنا يعني للأمانة اللجنة سويناها من الإدارة نفسها المفروض أن الرئيس ونائب الرئيس والأمين المالي هم اللي يتابعون للأوقاف بس المشكلة وإيش وهذه يعني مو تبرير مرة ثانية أنا من البداية قلت لكم أن هذه من نقاط الضعف اللي عندنا لي طبعا مو نقاط الضعف مو شرط تكون نتيجة تقصير بس ساعات يعني الآونة هذه الأبواب كل الأبواب فعلا كلها مغلقة في وجهنا الحين زين لدرجة أن لحد الحين ما احنا قادرين نلتقي بمسؤول في الأوقاف بس طبعا الأفكار اللي طرحتها واجب زين تشكيل لجنة يمكن نستفيد من الأهالي من الإدارة السابقة نستفيد من فريق متكامل في هالموضوع وهذه نعدكم إن شاء الله في التقرير السنوي مالنا شهر رمضان مجالس رمضانية إن شاء الله في راح تسمعون الأخبار الزينة إن شاء الله وراح تشوفون التقرير المالي في نهاية السنة يعكس هذه النتيجة. النقطة الثانية أو بنتقل مباشرة إلى نقطة المحارم الورقية صار لنا إحنا طبعا شكل فريق لإدارة مشاريع استثمارية للمأتم وعقد لقاء شوية موسع مع الأهالي مو كل الأهالي دعينا المختصين وقعدنا وياهم واستشرناهم واستشرنا بعد مآتم أخرى واستشرنا مصانع وصلنا إلى نتيجتين أو مشروعين مشروع المحارم الورقية الكلينكس نفس هذا بالضبط بس طبعا مال مآتم المرخ والمشروع الثاني اللي هو مشروع ماي الصحة الماي هذا بس مو هذا أغراش طبعا هذا أجلناه شوي لأن شغله أكثر والمصانع بعد قالت لنا ما نقدر نشتغل لكم الحين
اللي عقب شهر رمضان، مشروع المحارم الورقية احنا ناويين ان احنا نطلق المشروع ان شاء الله يجهز على المصنع، الديزاين وكل شيء جاهز والكلفة جاهزة والدراسة كلها جاهزة وحتى الدراسة التسويقية جاهزة، ناويين ان احنا نطلق المشروع ليلة النص في شهر رمضان. إذا توفقنا وطرح الموضوع ليلة النص نتوقع أن هذا المشروع يدخل على الماتم 1000 دينار شهريا، هذه حسب حسبتنا من الدعاية ومن البيع. إذا صارت فإن شاء الله ندعو لنا، نتمنى بعد أن الأهالي كلهم يشتغلون إيانا في المشروع هذا، وأكيد إن شاء الله راح نتكاتف كلنا وينجح المشروع. طبعا أنا الجمعية يقول جمعية بيأخذون المشروع، لا الجمعية يشتغلون يانا إن شاء الله. شكرا سيد. سؤال: ما مقدار تواصل اللجنة في العمل بالنسبة للمأتم الجديد، وبالنسبة الثانية كيف التواصل؟ يعني الظاهرة الماتم النساء عندكم مشروعين، مشروع ماتم النساء لحين ما كمل ومشروع الماتم الجديد، فشلون التنسيق صاير بين الماتمين؟ طبعا ماتم النساء إلى إدارته، صار احنا استلمنا الإدارة وكان إدارة مأتم النساء اوريدي استقلت، سووا انتخابات وشكلت لهم إدارة وعطوهم الولاية الشرعية، أخذوا ولاية شرعية من سيد عبد الله الغريفي، هاي مأتم النساء. فأصبح احنا مأتم الرجال ما لنا علاقة أبدا بمأتم النساء غير التنسيق، نتعاون إياهم، يحتاجون كراسي نعطيهم، يحتاجون طاولات نعطيهم، يحتاجون بروجكتر نعطيهم، يحتاجون ننسق وياهم في فعاليات، بس هم ادارتهم مستقله وادارتنا مستقله. فمشروع بناء المأتم النساء مو تحت مظله اداره مأتم الرجال ابدا، ما عدنا عن تفاصيل ولا تطورات، بس يعني مأتم النساء القائمين عليه نساء، فمن هو الولي على بناء المأتم؟ يعني من أي مؤسسة؟ لا النساء بيتكفلون ببناء المأتم. الولاية الشرعية تقصد؟ الولاية الشرعية للنساء. بس البناء، بناء المأتم النساء ما بيقدرون يقوموا بالبناء. ما أدري. بس أي مؤسسة هي المسؤولة عن بناء المأتم؟ للأمانة أنا يعني وصلتني مسج أن مأتم، أنا ما أدري حتى أن مأتم النساء يعيد، يعني ما قال جولة أن النسوان إدارة مأتم النساء وطلبت منا المساعدة في هالموضوع. أبداً ما جانا أي طلب للمساعدة في هالناحية، حتى ما ندري، أنا شخصياً ما أدري أنهم يبنون الماتم إلا لما شفت مسج طرشت لي بالواتساب جايتني من الكويت مطرشينها أن لدعم ماتم أو بناء ماتم النساء في قرية المرخ، يعني حتى أو استكمال بناء ماتم المرخ، متابعة البناء مصوبنا حتى الدعم، أدري مصوبكم بس صوب أي مؤسسة؟ لجنة هم لا هم مجلس هم مجلس إدارة النساء ما مو مؤهل، لا هم عندهم يعني مأتم النساء إدارة النساء عندهم أشخاص مو مؤسسة يعني يشتغلون إياهم. أنا أقول لك إحنا في إدارة مأتم المرخ ما طلب من أبدا، إيه بالضبط، لا لازم اسمع سيد، يقومون عندهم يشتغل ياهم الظاهر سيد موسى ويشتغل ياهم في كم شخص يشتغلون ياهم يعني، بس احنا في مأتم الرجال احنا كإدارة، انا اقول لكم إدارة مستقلة شكلت قبل انتخابي، الحين مثلا اعطيكم مثال مأتم السادة وهم يبنونه، هل يحق لي انا اروح واقول لهم تعالوا انا بشتغل ياكم في بناء مأتم النساء؟ لا مو مجلس ماتم حسينية، ما علينا معينا إذا هم طلبوا له. أنا حتى ما أدري سيد، ما أدري إنهم يبنون حبيبي سيد، لو أدري على الأقل إنهم يبنون وإيش بيسوون وإيش ما بيسوون بقدم مساعدة إذا يحتاجونها، أنا ما أدري حتى إنهم يبنون. أي سلبية تقع على من يعني؟ يمكن علي، أنا ما أرفع نفسي عن الـ عن الـ عن هذا، لا مو شرط ما أدري. عموما سؤال آخر، طبعا المجال مفتوح للمداخلات الشفهية، فسيد إذا تفضل سيد عيسى. سيد سلام سيد علي تفضل. بس هذا سيد محمد قام يشكل في الأسماء، لا هني لا هو طالع من خلتين. بس بالنسبة للنقطة اللي طرحتونها إن في 6 ملفات عندكم في الأوقاف، يعني تخيل لي طريقة الطرح فيها شوي لبس، هل المشكلة المالية اللي احنا نسمع عنها ان كانت الإدارة السابقة ما نشوف في اي مشكلة مالية، هل ان كان مثلا في مبلغ معين معروف ان الاوقاف خصص مبلغ معين
الإدارة هذا المبلغ يعني الحين قل، فلذلك أنتم تحاولون تتابعون الأوقاف حق تحصلون هالمبلغ أو مشكلة أخرى. وثاني شيء شنو هالملفات الستة ملفات؟ يعني احنا مفروض نتسولف عن ستة ملفات موجودة في الأوقاف بس ما خبرتونا شنو هالملفات هذه. هل هي جزء منها انه في مثلا تجميد للأموال المات مثلا ما تحصلونها فلذلك في عجز؟ تفضل. بالنسبة للعجز المالي طبعا احنا استلمنا الإدارة في صفر، وصفر جميع المناسبات موجودة في صفر بعد محرم أبلغ المناسبات في صفر. طبعا احنا استلمنا الإدارة تقريبا الميزانية اللي كانت عندنا 5,000 دينار، وهذه المناسبات انت تشوف سيد في صفر ما وقف من صفر لحين توا الحين، بس من خلال الأيام قبل المحرم كم يوم اللي بند الماتن، يعني كل فعاليات هذه اللي صارت كلها في الدورة الحالية. يعني مستحيل، يعني طبعا تعرف انت المصروف السنوي تستلم الإدارة في محرم، عدل؟ المحرم تستلم تقريبا ما يقارب من 20,000 دينار تستلمونه إلى 15,000، يعني 5,000 تمشي لسنة كلها كامل. طبعا بس عندنا عجز، هذا ما يبقى كلام يعني. فإحنا أحد الملفات اللي عندنا في الأوقاف هو ملفين مالية، اللي هو ملف مصروف محرم، أقول مصروف شهر رمضان طالبين إحنا مصروفات شهر رمضان، والملف الثاني قدمنا المصروفات اللي صرفناهم في صفر وما بعد صفر، طلب تمويل من الأوقاف. لحد الآن طبعا إحنا ما استلمنا هذه المبالغ. والملف الثالث هو مال الرافعة اللي اشتريناها. طبعا الرافعة إحنا نعتبرها كإدارة كلش ضرورية، لأن السلامة هي أهم من كل شيء. يعني حتى لو أوقاف، أنا حتى قلت الأوقاف، حتى لو ما أعطيتونا مبلغ 2500 مال الرافعة مستعدين إحنا ما نأخذ لو يسمونه، لكن الرافعة ما نتخلى عنها، لأن سلامة الناس اللي يشتغلون هنا في المأتم على مسؤوليتنا إحنا. وتعرفون هذين اللي يقومون في الخدمات اللي يشتغلون بشغل كلش يعني جبار ومتعب. يعني إذا كل مرة بيجون يحطون السكلة، والسكلة حديد، يعني إحنا حتى حاولنا نشتري سكلة ألمنيوم، السكلة الألمنيوم بتقارب سعرها للرافعة، وهذه الرافعة إحنا محصلها تقريبا 1,000 دينار عن سعرها الأصلي. في نفس الموضوع يمكن بعد، أين وصل موضوع الأرض المقابلة لمسجد إخوتين؟ يعني بعدنا في الأوقاف، الأرض المقابلة لمسجد إخوتين. ايه ها الارض الاوقاف، ايه هذه واحده من الملفات اللي عالقه ويا الاوقاف. يمكن سيد نزار عنده ابديت. هذه الارض طبعا مستاجرينها مازن، ومازن يعني اكثر من واحد راحوا اليه يبون ياخذون الارض من عنده، مو مستعد نزع الارض وهو مستاجرينها. يعني طبعا يتاخر في الاجار، بس كان يدفع اجار بس متاخرات يعني عنده. طبعا احنا استلم الاداره في تاخير في الاجار سابق يعني تقريبا فوق 40,000 دينار الى المأتم حاليا عند المستاجرين. احنا لما قبضنا الاداره كان الميزانيه تقريبا في الاوقاف 10,000 دينار، الحين وصلت تقريبا الى 30,000 دينار تقريبا موجود عندنا راس مال في الاوقاف، و 40,000 دينار حاليا عند المستاجرين احنا سلمناهم. طبعا ما عندي اوراق سيد ابو سيد صلاح والسيد ناصر، اذا اشوف الاوراق سيد ناصر سيد عادل اذا تدور على الاوراق. اللي عنده مداخله باقي 10 دقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي ملاحظه واستفسار الحين بخصوص ماتم النساء. طبعا انفصل عن اداره ماتم الرجال، هل انتم متاكدين مستقبلا ما بتكون مطالبه ماليه من الاوقاف مع الماتم هنا لماتم النساء؟ هل هناك اشياء موثقه وضمانات بعد 4 سنوات أو 5 سنوات؟ هل لا يحق لهم ان يطالبوا باي مبلغ من المبالغ اوقاف ماتم الرجال في المستقبل؟ وشكرا. هل الأوقاف، السؤال يمكن صيغة أخرى، هل الأوقاف مشتركة بين ماتم النساء وماتم الرجال؟ لا مو مشتركة، الأوقاف لماتم الرجال. زين، ماتم الرجال يقدم كان في السنوات اللي طافت الوالد يتذكر أيام إدارته وأيام حتى يمكن الإدارات العقب
المأتم الرجال يقدم مساعدة سنوية إلى مأتم النساء، مساعدة يعني مثل منحة المالية، يساعدهم في أجرة الخطباء ويساعدهم في بعض المصروفات اللي عندهم مو أكثر. بس يعني كنا نعرف أن الأوقاف هي خاصة لمأتم المرخ للرجال. طبعا احنا ما زلنا نساعد من ناحية مالية إدارة المأتم النساء، ما انه مستقلة ولهم الولاية هم بالمأتم، ما ندخل في شؤونهم، بس لا طلبوا عندنا مساعدة واحنا نقدر ما رايح نتخلى عنهم. يعني هل هناك ضمان هل هناك ضمان انه سوف أن يكون هناك مطالبة مستقبلية او لا؟ ما في ضمان، لان احنا سابقا يعني نعين مبلغ لمأتم النساء صحيح، لكن المأتم مسجل عندهم في الأوقاف أنه مأتم نساء المرض في المرض. إيه مأتم النساء والأوقاف حتى حتى يعني الدبايح والعيش اللي يوزعونهم كان يعني سهم لمأتم النساء. إيه بس هذا موضوع مفصول عن الدبايح والهذا، لأنه مأتم رسمي مسجل في الأوقاف. سأل أحمد بأي عنوان تقدمون المساعدة؟ نقدم لهم مساعدة يعني مثل يعني نعتبرهم على قولتهم، مو ما نقدم لهم باسم الأوقاف أو بالهذا. المأتم طبعا في مصدرين للدخل، في مصدر الأوقاف وفي مصدر الاشتراكات والتبرعات وإلى آخره، فإحنا نقدم لهم من هالعنوان هذا. زين إيه بالضبط، سهم الإمام مو سهم السادة. بالنسبة إلى دخل المأتم بعد هني سؤال يقول لماذا لا يتم تأجير المأتم مرخ الحالي؟ يمكن قبل كان يؤجر، فهذا بيساعد في زيادة مدخول المأتم. طبعا الإدارة بحثت هذا الموضوع وشافت أن إذا يتأجر المأتم هذا على احنا طبعا نأجره إلى المناسبات الخاصة في القرية لأهالي القرية، لأن ما عندهم بديل، نشجعهم بدل ما يروحون صالة يجون المأتم يعني. بس لما درسنا الموضوع شفنا تأجيره إلى خارج القرية، شفنا أن الموضوع راح يكلف المأتم أكثر من الإيراد، يعني التلفيات اللي راح تحصل للمأتم. واحنا شفنا جربنا يعني شفنا ان مثلا حفلة زواج الى النساء بعضهم ما يراعون لا ناحية شرعية، يدخلون بأحذيتهم، المعرس يجي ما نشوفه اللي مهبده داخل في وسط المأتم، الكراسي هذيلين ما يضل عصير ولا يضل يعني ينعفس المأتم كله، فيكلف اكثر من الإيراد ماله. سيد حسين، شغلة ثانية اللي هي شغلة الالتزام، يعني إذا كان واحد من الديرة لو سمح الله صار شيء في الديرة بإمكانك تلغي أي احتفال في المأتم، بس إذا في التزام واحد من خارج القرية يكون الموضوع كله صعب. فإحنا تفاديا لهذه المشاكل اتخذنا قرار بعدم تأجير المأتم للخارج. طبعا في قبل مداخلة سيد حسين كشفنا بعد في قبل مداخلة سيد حسين اقتراح، يمكن سيد عباس اتطرق في البداية ان موعد اللقاء ما كان مناسب بسبب مصادفته ويا مباريات كأس العالم، ففي اقتراح لأهمية موضوع المأتم ان يعاد هذا اللقاء في الفترة القادمة بعد كأس العالم يعني، فهي اقتراح موجود لمجلس الإدارة يقدرون يدرسونه. سيد حسين تفضل. بخصوص مأتم النسوان صراحة كلامكم غريب جدا يعني، يعني هل انتم شلتون يدكم من مأتم النساء خلاص يعني؟ مو احنا شلنا يدنا، بوضح او هم مثلا لا بوضح نقطة، همشوكم مثلا؟ لا 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 ولا همشونا ولا شلنا يدنا، خلني بوضح سيد، بوضح لك نقطة سيد. قبل الانتخابات تقريبا ما ادري بكم، بس هم الإدارة عندهم في سجلاتهم تم توجيه دعوة، تم توجيه رسالة إلى طبعاً قبل الانتخابات، يمكن 3 شهور قبل انتخابات هذا المأتم، أعلن عن فتح باب الانتخاب لإدارة مأتم النساء. زين، وتم تشكيل إدارة منتخبة لمأتم النساء، وطبعاً هذا الشيء من الأشياء اللي شدينا إيد الإخوان عليها وقلنا هذه خطوة واجد زينة، الله يوفقهم إن شاء الله. زين، فتم تشكيل مجلس إدارة إلى مأتم النساء. النقطة الثانية، تم طلب من قبل كان الولاية الشرعية لمأتم النساء تحت مظلة رئيس مأتم الرجال. طول عمرنا احنا لما نطلب الولاية الشرعية مأتم الرجال، الرسالة اللي تروح للحاكم الشرعي يطلب فيه الولاية الشرعية على مأتم الرجال ومأتم النساء. تم طلب ولاية شرعية لمأتم النساء قبل الانتخابات هذه،
زين استلم يعني انا شفت الولايه الشرعيه عقب ما احنا فزنا في الانتخابات حتى ما كنا ندري زين شفنا ان طلبوا الجماعه ولايه شرعيه وسيد عبد الله طبعا وافق وعطاهم الولايه الشرعيه للنساء فصار الاداره الماليه والقرار الاداري لمأتم النساء مو تحت مسؤوليه مأتم الرجال ابدا زين الحين نقطه البناء زين اللي فتحت الموضوع هي نقطه بناء مأتم النساء انا شخصيا والاخوان في الاداره ما جانا ولا طلب من مأتم النساء لانهم مو طلب بعد حتى اشعار ان احنا من نبدا نبني نبي مساعده مثلا او نبي مثلا واتيفر اي نوع من المساعده مو شرط مساعده ماديه لان احنا ما عندنا زين يمكن يبون تزكيه يمكن ما ندري في النهايه احنا درينا من الناس ان ترى لا زالوا يبنون حتى انا سالت وش يبنون قالوا يبنون الطابق الثاني زين من ناحيه الثانيه المساعدات الثانيه في بيننا وبينهم تعاون مثل ما ذكرنا وصار تعاون في مشاريع واجد بيننا وبينهم ونقدم لهم الدعم كل اللي نقدر نسويه احنا على قولتهم كاداره رهن على قولتهم طلبهم لكن في حدود امكانياتنا تفضل احد عنده مداخله بعد سيد حسين تفضل خصوص يعني احنا نعرفه ان مأتم من رجال يعني تدري لا تقولي انتخابات مسوى ما شنو بس المفروض المأتم الحين يكتمل تحت اداره مأتم الرجال يعني مو معقول لهم يكملوا المأتم ما اعتقد بس هذا غير مع الاسف انتم كجمعيه عموميه ما اعترضتم عليه لا باقي شغله كجمعيه عموميه سيد انتم انا مو اختصاصي كاداره اني انقض قرار اتخذته اداره سابقه المفروض هذه قرار الجمعيه العموميه الاداره السابقه اتخذت قرار بالتنسيق مع مأتم النساء وهذا قرار انا مو من حقي اني اقول صح ولا غلط طبعا هذا قرار لكم انتم القرار هو بأن إعطاء مأتم النساء استقلالية تامة حتى على مستوى الولاية الشرعية المداخلات أخرى مجلس الإدارة دقيقتين إذا عندكم شيء بعد في نقطة مهمة بس حبيت أوضحها أنا ما ذكرتها اسمحوا لي في موضوع التطورات المأتم الجديد وهذه سيد علي يمكن يزعل علي الحين شوي بس يلا ببط البرمة زين في عندنا تعديل طفيف في الخارطة وهذا التعديل إجباري مو بإرادتنا مع الأسف التعديل هو توسعة شوي في السرداب اللي سويناه راح نضيف عليه جزء ينضاف على السرداب ليش بنضيف هذا الجزء؟ لأنه كان في الأساس ما كنا بنضيفه لما بدأنا الشغل بس لما جو بدأوا الشغل وحفروا الأرض اكتشفوا أن التربة كلش رملية ما يقدرون يعزلون مناطق الحفر بالطريقة اللي احنا طلبناها حسب الخارطة فحفروا الأرض كلها لما حفروا الأرض الحين احتاجوا أنهم يدفنون الجزء يعني بحيث يفصلون الأرض حسب هذا في جزء اوريدي محفور فاحنا يعني كإدارة قلنا بما أن هذا الجزء محفور ودفنه يعتبر كلفة خلنا نبحث وش كم بيكلفنا لو سوينا صالة إضافية في السرداب نستفيد منها يعني سميناها مالتي بيربس هول يعني صالة متعددة الاستخدام مثل الصالة اللي فوق اللي على اليسار فلما رحنا للمقاول وقلنا له هذا الجزء بنضيفه على السرداب عطانا كوتيشن عليه كلفتها تقريبا في حدود 22,000 بتكلفنا الصالة هذه فشفنا أن هذا العرض مقابل دفن الصالة اللي بكلفنا تقريبا في نفس المبلغ دفن هذه بكلفنا تقريبا في حدود 18,000 فشفنا أن 4,000 دينار تسوى أن احنا نسوي لنا صالة وش حلاوتها إضافية في السرداب وإحنا رفعنا أو بنرفع يمكن اليوم نسلمكم الرسالة الجمعية العمومية بنرفع لهم دعوة أو طلب بالموافقة على هذه التوسعة اللي بنسويها في السرداب وهم الجمعية العمومية راح يدرسون الموضوع ويأخذون الآلية المناسبة لطرحها على الجمعية العمومية وأخذ الموافقة إذا هذا إعلان بس سؤال أخير هني وصلني وسؤال في نفس السياق بعد نتكلم عن العجز المادي أو المالي بالنسبة للإدارة الحالية هني العجز المالي إنزين فيقول لماذا نرى في كل مناسبة ولو كانت ثقافية يتم الطبخ يعني عنده عدة ملاحظات
الملاحظة الأولى أن كل مناسبة يتم فيها طبخ ومو وجبات خفيفة، وجبات بالخمس يعني دسمة. النقطة الثانية في أصل المناسبات، يقول ليش هاي بعد سؤال من قبل بعد، ليش كثرة المناسبات هذه إلا تضيع أصلا المناسبة الأصلية، تقلل الحضور في المناسبة الأصلية. يعني في صفر 30 ليلة انفتح المأتم، يعني هذه يأثر حتى على الليالي الرئيسية في صفر، مو على الليالي الثانية بعد، ويزيد التكاليف الموجودة. آخر سؤال يتكلم عن كوميل بالنسبة للخطباء، مستوى الخطباء يقول مو المستوى المطلوب، مستوى ضعيف، لماذا لا تشكل لجنة لاختيار الخطباء؟ سؤالين إذن بالضيافة والخطباء وننهي اللقاء. الله الرحمن الرحيم. بخصوص الضيافة يعني التكلفة مع الخطباء، ولو بتاخذ حسن لو يجاه السندويشات تطلع اغلى من الطباخ اللي انت تطبخه. يعني مثلا تسوي مثلا عدس مثلا، والله تسوي هاي اشياء ما تكلف شيء، يعني يمكن من 20 دينار، لكن لو بتسوي سندويشات يمكن تكلفك 60 دينار 70 دينار، حتى السندويشات توصل لها السعر. يعني من كذي احنا قمنا، يعني هو اتعب يعني تعب الينا، بس يعني هو التكلفه اقل. كثرة المناسبات يمكن صوبا الثقافية أو رئيس المأتم. بالنسبة للليالي اللي في صفر، يعني مو صفر، صفر مثال بشكل عام. كوميل بيعطيكم الحين هذه، بس في نقطة مهمة أبي أوضحها أو نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة في بعض المناسبات خصوصا اللي في صفر واللي بعد صفر، هذه التزامات من الإدارة السابقة، لما جينا احنا استلمنا الاداره ما نقدر نلغيها، لازم نواصل عليها. جدول اوريدي معلن، خطباء محجوزين ولا اخره من الاداره السابقه، فجينا احنا لازم نواصل عليها. زين، هذه نقطه رقم إليكم واحد. اليكم دور انتم الاداره الحاليه. ايوه، واحنا نؤمن بعد، نؤمن بان الماتم موسم محرم وصفر، هذا موسم رئيسي. زين، لازم على قولتهم الماتم نشجع دائما ان الماتم يتم مفتوح بشكل مستمر في محرم وصفر. النقطه الثانيه بالنسبه للوجبات، اضيف الى اجابه سيد حمزه ان احنا في الاداره اتخذنا قرار بان كل المناسبات الفرعيه تحول الوجبات الى وجبات خفيفه، وممكن تلاحظون في الاعلان يا مو موجود اعلان وجبه او موجود مع توفير وجبه خفيفه، والوجبه الخفيفه المقصود بها يمكن روتيه وسمبوسه، يمكن روتيه وجبن، يمكن ليله وش فيه، يمكن ليله وش فيه، ليله يبسه مبرزين لكم احلى شاي حليب. الخطباء الخطباء اخر نقطه. لا سيد ماسر مقلل، هاي المناسبات موجودة يعني. كلها مناسبات أهل البيت، وهذا هدف المأتم، هدف المأتم إحياء مناسبات أهل البيت، نشو نجي نقلل فيها. أسامة حسين، بس عشان يعني رئيس اللجنة الثقافية آخر شيء الخطباء سيدنا. بس بسألك، هل تقصد تقليل المناسبات إحياء أهل البيت أو المواسم اللي قاعد تصير؟ لا، المواليد والوفيات بعد ما عليه. احنا هاي الفعاليات اللي قاعدين نسويها اغلبها يعني كانت الادارات اللي قبل يعني كانت مجهودة هي اللي رتبتها، فاحنا ما يجي مثلا موسم امير المصطفى انجي نلغي، هذه سلبية نعتبرها. بالعكس احنا ضفنا موسم امير النهر، يعني هو كله ثلاث ليالي، انا اذا ما قدرت اجي اول ليلة باجي ثاني ليلة، كذلك يعني اذا ما قدر جي ثاني ليله باجي ثالث ليله. مو معناتها ان احنا نبند الماتم علشان بسبب الحضور الضعيف، هذه مو حجه كلش. يعني اخر نقطه الخطباء سيد حسين. سيد حسين، احنا نشوف المناسبات اللي احييناها في حضور كلش قوي. خلاص خلص الله. ارجع الى حساب الانستغرام مال الماتم وطالع الحضور.
راح تستغرب. سيد شوف سيد صور شعبان، سيد طه مواليد شعبان. ميكروفون لكميل بس آخر سؤال للخطباء عشان نختم. يلا كميل. كميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كميل. طبعا احنا في دقيقة واحدة لك بس عشان نختم. استريح سيد. زين احنا في لجنة الخطباء يعني اولا شو اسمه احنا ما ندعي على قولتهم التوب يعني. يعني احنا عندنا اخطاء وعندنا تقصير وعندنا هذا احنا ما ندعي هذا الشيء. حاولنا مثلا الحين عندنا ترتيب لمحرم ولا بيجي الا عقبه. يعني احنا نشوف خطيب ممتاز وكلمنا عدد خطباء مثل سيد جابر الشهركاني. في امور قاعده تحصل وعندنا بالاضافه الى الاستعانه عندنا جروب واتساب يعني مشاركين في دار سيد حيدر في بعض الاخوه سيد حسين وهذا هذا الجروب يعني مثل الاقتراح كمال انه تكون لجنه لاختيار الخطباء. الاقتراح المقدم لجنه لاختيار الخطباء. زين فهذا الجروب الاقتراح عندكم كمجلس اداره في نهايه اللقاء. طبعا مجلس الاداره مو موجود. سيد مجلس الإدارة مو لحظة شوي. اختيار الخطباء خاصة الخطباء محرم هو راجع إلى اللجنة العمومية. يعني إحنا بناخذ رأي اللجنة العمومية مو بأي آلية بنسوي لنا آلية طريقة التصويت والأمور هاي واستبيانات والأمور هذه رايح ما بنعتمد على أشخاص فقط على ناخذ رأي الجميع لأن الجميع راح بيسمع بيستفيد بجميع الآراء مال يسمع. في الختام طبعا مجلس الإدارة مو وياكم بس في هذا اللقاء. مجلس الإدارة متواجد معاكم في القرية وتستطيعون الوصول إليه بطريقة سهلة. فأي استفسار أي اقتراح مجلس الإدارة يتقبله بصدر رحب في أي وقت. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.